بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الشيخ خيرا ونجعل الله يجعله في ميزان حسناته. يا شيخ، انا عندي صاحبي وشغال معي في شغل، الزول ده ما بيؤمن بالسنه نهائيا. طيب تقول لي حديث، يقول لك الحديث كلها ضعيفه، ما بيقتنع بحاجه اسمها محمد بن عبد الوهاب. ثم تاني حلل الغناء، قلت له ابن عباس قال اقسم ان الحديث هو الغناء. قال لي ابن عباس ده ذاته شنو؟ قلت له ابن عم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي ما بعرفه قبل كده. ثم تانا هو بيلبس حجاب يعني كمون وكده. قال لي الرسول كان لابسه. قلت له الرسول ما كان لابسه، الرسول كان نهى عن التمايم، قال ما تلبس التمايم وحرام. قال لي التمايم ده الرسول كان لابس الحجاب. جزاك الله خيرا. المسألة الأولى، أخونا ذا جزاه الله خير ويعني متابع الحلقة والله يتقبل مننا ومنه، والمسائل دي الناس بيستفيدوا منها. مسألة السنة، الزول اللي بينكر السنة أو بحجة إنه الأحاديث دي كلها ضعيفة إلى آخره، الكلام ده ما مقبول. ليه ما مقبول؟ لأنه يا جماعة أبسط فيه، الليلة ده ذاته زولك ده لو سألته قلت له اذكر لنا اسمك رباعي، ولك محمد احمد عثمان تاج السر. محمد ده خليه ده ما يته، احمد خليه ده ما ابوك، عثمان ده خليه ده ما جدك، تاج السر ده جدك الثاني ده اللي هو الاسم الرابع. انت لاقيته؟ والله اقول لك ما لاقيناه وغايته، لكن ما ابوي ما وراني. طيب انت صدقت ابوك؟ اي صدقت اباك؟ اي ابوك ده اداك خبر عن جده، وانت صدقت خبر ابيك عن جدي، يعني عن جدي ابيك. قال بيمنعك تصدق الاخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام شنو؟ دي واحد. ما في سؤال يقول لك يا ابوي ده ما زول صادق. طيب النقل والسنة دي الناس صادقين؟ شكاي البخاري بيقول حدثنا فلان، فلان ده العلماء بكونوا مطلعين عنه، فلان ده درس عليه منه ودرس منه وحفظه شنو وأقوال العلماء فيه شنو وعدل وثقة وضابط إلى آخره وثناء العلماء عليه، وفلان ده تحدث عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تقال السنة دي بس بيقعدوا بس هاي بينجروا من الرأس، بيجيبوا لهم كلام باللغة العربية بس بليغ خدتوا. لا، النازل بيجيبوا الحديث عن فلان عن فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنت دي نقطة. النقطة الثانية، الله قال في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وشنو؟ والرسول. إلى الله القرآن كما قال مجاهد، القرآن الكتاب، والرسول شنو هنا؟ السنة. هل معقول الله سبحانه وتعالى في الخلاف ارشدنا نمشي لشيء ضعيف؟ ده معقولة؟ الله قال فردوه إلى الله والرسول. انت قلت السنة دي ضعيفة، انا ماذا اقبلها؟ لأنها ضعيفة. طيب هل الله بدلنا على شيء ضعيف؟ ده سؤال انت جاوب عليه. دي نقطة. النقطة الثالثة، القرآن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. جيب لي المغرب ثلاث ركعات من المصحف ده، من الفاتحة للناس جيب المغرب ثلاث ركعات بتلقاه؟ ما بتلقاه. جيب العشاء أربع ركعات من الفاتحة للناس، فتش القرآن ده ولا انت مصدق انه الصلاة دي؟ فده سؤال. خمسة أو أربعة من الأسئلة، هل في صحابي اسمه عمر بن الخطاب؟ في ولا ما في؟ في صحابي اسمه أبو بكر الصديق؟ أي فيه. أنت عرفت ديل الصحابة ديل من القرآن بأسمائهم ولا من السنة؟ ده مش سؤال. أنت الأسماء الصحابة ديل، الصحابة ديل عرفتهم كيف؟ في آية قالت أبو بكر الصديق؟ في آية قالت عمر بن الخطاب؟ عشان كذا الزول ده اضطرب، ما أخونا السائل ده زوله لما أخونا اداه كلام عن ابن عباس، نقل لك كلام عن ابن عباس طوالي وعن ابن مسعود، إن كان في مقال الأثر عند بعضهم، لكن في نهاية الأمر
لما نقل له الأثر وقال له عن ابن عباس على حسب نقله هو، قام قال له أنا ابن عباس ذاته ما بعرفه. ده يا جماعة معناه زول ده وما عارف شي في الدين، صح ولا ما صح؟ أو ما عارف شي كثير، أبسط شي، وإلا هو ده أصلا جاهل بالدين. أنت ابن عباس ما بتعرفه؟ ابن عباس ده عم ود عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بتعرفه؟ ده زي لما أنا أخش هسه أقول لي واحد بتاع نادي وأخ ما في لاعب ذاته اسمه ميسي، ده مش معناه بقول مولانا ده شنو؟ ما عارف شي، صح ولا ما صح؟ أقول له أخ ده ما أنا زولك ده مجازفة ساهي في الدين، زولك ده ما في الدين ما فاهم شيء، وإلا ابن عباس ده ود عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك دي مسألة من المسائل. المسألة الثانية مسألة محمد بن عبد الوهاب. يا جماعة محمد بن عبد الوهاب ده عالم من العلماء، حفظ القرآن دون العاشرة، وتعلم السنة وقرأ الكتب الستة، البخاري ومسلم سنن ابي داود الترمذي ابن ماجه الى اخره النسائي، قرأ الكتب دي وقرأ في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وفي كتب شيخ الاسلام في كتب تلميذ شيخ الاسلام في كتب تلميذ شيخ الاسلام اللي هو ابن القيم رحمه الله تعالى، وتعلم وتفقه وهاجر في طلب العلم، مشى المدينة ومشى وين وين، وجا في النهاية راجع بلده لقى الناس بركوا بالأتربة وبالشجر برضو ويا وقباب وبلاوي زي دي، ويتعلم ويقرأ النصوص دي، فأنكر عليهم المسائل دي، قال لهم الكلام ده ما بجوز والصح كذا والباطل كذا، وألف كتب مصنفات ككتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، كتاب القواعد الأربعة وكتاب كشف الشبهات، كتاب التوحيد، كتاب مسائل الجاهلية إلى آخره، وألف كتب في السيرة زي مختصر السيرة وغيرها من الكتب المهم، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة إلى آخره. فلما طرح العلم للناس ونشر العلم بقى سبب، وهاجم البدع وهاجم الشركيات، الناس بقوا ينفروا منه، الناس اللي عندهم أهواء بقوا ينفروا منه، وبعض الناس عشان يحاربوا الدعوة دي بالكذب قاموا دارين يجعلوها طريقة زي الطرق المنحرفة، الطرق الصوفية، مش يقول لك قادرية ختمية تجانية إلى آخره، دارين يجعلوا الدعوة دي دعوة التوحيد والسنة طريقة من الطرق، عشان يقول لك انتوا عندكم طريقة ونحن عندكم، يقوم يقول لك وهابية، لا ما في حاجة اسمها وهابية. أنا ناقشت زول في الحصعيصة تاجر في السوق، قال لي انت وهابيه، قلت له انت صوفيه، لا انت وهابيه وانت ما صوفيه، قلت له يا اخي نحن خلينا الوهابيه، مش انت لا ملصقه فينا، خلينا الوهابيه، انت اتحداك قول خلينا الصوفيه، نحن خلينا الوهابيه مسلمين بقينا مسلمين، مش حاجه ظريفه، انت قول انا خليت الصوفيه بقيت مسلم، لا ما بخليها، قال لي هسه ده ما متجرس شغال لخبطة ساي. فمحمد عبد الوهاب ده ما سوى طريقة أصلا، ولا قال للناس أبقوا في جماعتي أنا وإلى آخره وبايعوني وأنا كذا وأنا لا، ما في كلام زي ده، عالم من العلماء نشر علم، ونحن ما منتسبين له ولا لابن تيمية ولا لغيره من العلماء الأفاضل نحسبه الله حسيبه، كم يستفيد نقرأ كتاب ده وكتاب ده وكذا، وما قاصرين العلم عليهم، نقرا البخاري ومسلم والسنن وفي اللغه وفي الفقه وفي السيره وفي الاصول وفي 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 الى اخره. ففي النهايه ما في حاجه اسمها وهابيه، ده كذب بتاع الجماعه ديل دارين لصقوا الشغله دي، زي السيزول هنا دي في البلد دي يدعوا للتوحيد، انت يتوقع اللي قدام يقولوا الطريقه الجوشيه، شفت مو الجوشو ده؟ يتوقع اللي قدام نحسبه يطلعوا طريقه الجوشيه طوالي، تجي تعاصرون انتوا صوفيه اقول لك انتوا ماجوشيه برضه، هتبقى تاني تقنع في الناس، لا والله زول ده دعاه وكذا، ما في حاجه اسمها وهابيه، افهم النقطه دي؟ دي نقطه من النقاط، ده زول عالم نحسبه على خير ونشر الدعوه وكذا، ما بندعو الناس، احنا اسي من قبل بنتكلم، قلنا للناس ابقوا وهابيه يا جماعه انصفونا، قلنا للناس كذي ولا قلنا للناس وحدوا الله، تبعوا الرسول عليه الصلاه والسلام، صلوا في المساجد، توبوا إلى الله استقيموا، دي دعوتنا ما لهنا، دي نقطة. النقطة الثالثة من النقاط اللي ذكرها قال مسألة الحجاب، أنكر عليه مسألة الحجاب،
وده كلام طيب والله أنا متكيف من زول في الكلام ده. كون ينكر الحجاب وإلى آخره، الحجاب ده يا جماعة اللي بيعلقوه قولوا حجاب سكين وحجاب مطوة وحجاب عقرب وحجاب بندقية وحجاب غيره ورزق ومحبة وإلى آخره، ده من العقائد المنحرفة ومن الـ من الـ من الأشياء الباطلة ومن الشركيات. كون تعتقد إنه ده بينفعك بضرك أو هو السبب للنفع والضر ده من الباطل، كون تعلقه ده من الباطل أيضا. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حرام تعلق حجاب. وفي مسلم إمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. أشرك بالله ويغشك ويقول لك نحن عقيدتنا في الله كذاب. قاس يقول لا أبش العقرب دي لك ما أبها بشا زول اللي بتطقني، البس الحجاب قول لا هبشا بغميطة طوالي ده عقيدته في شنو؟ أسألك بالله ده عقيدته في الله؟ ده عقيدته في حجابه وحجاب بتاع شياطين تفتحوا جوا سهوب طهطهوب وكهوب وإيخ وشعشع بشعشعوا بيك ذاته وخلوك لاف في زاي وما يقول لك من قرآن في زول عليك الله. القرآن ده استعملوه في المعصية، ها ناس يقول لك ده حمودي ودي سوسو، حمودي ده دار سوسو دي تحبه، استعمل القرآن كذا يا جماعة ركزوا في الموضوع ده، من زول دار سوسو دي تحبه مش بيستخدم لا معصية رسل الله غنية كذا، شوف الغنية الحزينة دي هي تبكي الجيو صح، ده الدرب بتاع الشغل له. زول بيستعمل القرآن عشان سوسو تحبه، القرآن ده نزلوا لي كذي تفكر في الموضوع ده شوية كذي فكر فيه، ياخذ كلام هوس كلام باطل يا أخي. القرآن ده ما نزلوا يلبسوا حجاب، القرآن ده في السودان ده والله عملوا في عمايل ناس علقوا حجبات يعلقوا في الشافع تلقى مريل فيه كر ريالته ذاته يمكن تسوي لك تتنس ولا شيء معلق راي في الحافلات معلقينه في الهايس خاتنه قدام وجوه شغال بيجا المصحف قدام في القزاز وتحته طوالي بسريه شغال داك لهيب الشوق وجواي نغم وإلى آخر ده السيدة اللي بيتلمن سوا. أسألكم بالله الشغلة اللي بيتلمن سوا في البيت تلقى معلقينه زينة ولا يحفظ البيت؟ باطل ما بجوز تعلقه، تعليقك ده باطل ما بجوز في الشريعة. قرآن تقراه الحرف في 10 حسنات تدبروا بصلح لك قلبك ده وامورك بتمشي لقدام، تقراه برضو للشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وتعمل به. ده القرآن الله نزله لكذي، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما بجوز تعليق الكمون ولا الحجاب ولا غير. النقطة الرابعة والأخيرة ذكر مسألة الغناء. الغنى ده يا جماعة فيه نصوص، انت ما تفتكر الموضوع ده سائل سائل بس أورجانات وشغالين وكمنجة وذاك شايل ليه ناي وديلك جمتوتي قاعد شغالين وديلك وشغلين سماعة. سماعة يا أخي صغيرة دي، واحدة في أضان الولد والثانية بجاي في أضان البيت مشغلين سوا شغلة دي مجوبك. يا أخ سعد رضي الله عنه إذا طلق امرأة طلقها مش مرقت منه، لم يجرؤ أحد أن يتزوجها احتراما لغيرته. كان طلق مرة ما بزول بيمشي يطلبها، ليه؟ يقولوا سعد غيرته عنده غيرة عظيمة، ده مش هسي طلقها ده متزوجة داك بيجي خاشي والله متزوجة انت تمشي المرة ما في تفتش تلقى المعلم ده قاعد جنبها وكيف والجو سمح انت تشيل حديد تلبون بورا اكين اخذت الراد عشان ما تقتله مرة واحد. والله الموضوع ده طويل جدا وبلاوي وزول يا جماعة تشيل قلب قاعدة ودي قاعدين في بنابر. والله انا لقيتهم في توتي الود قربوا يطقطقوا اصابعين بعض الود والبنت قاعدين في البمبر كذي بيجاي وشلة قاعدين. مرة في حبيب مفلس ديك هناك محل اسمه ديرمة جم
جم احمد شرفي ورا احمد شرفي اقول لهم يا جماعه تفرقوا وقاعدين دل الناس جت يتفرقوا البنات والاولاد الا في اثنين مندمجين او يتفرقوا جت كله كله يا ناس واول اخره والموت والقبر شغالين دل. قلت له والله انزل عليكم ملك كان البيت بقت مارقه طوالي قلت له والله انزل لسي عليكم ملك الموت والله تعرفوا البيت مشت الزول بقى يشوفني صبع طاير صبع طاير لا شوف لسه شايفه قدام وموضوع طويل. فلذلك الغنى ده دعا الى هذه الرذيله الى الاختلاط والى المعاصي والى الفجور. لقيته في اللفه والالم العلي خفه لو مر في الاسبوع نتكتك الموضوع يا تو موضوع يا قليل ادب والله ما عيوناتك عويناتك وإضيناتك إضيناتك وما بعرف ولقيته في البياع وإلى آخره ونظرة ما بعرف وقط وجوه جوه وقطع قلبه ووقف المركب يا رئيس خلي الشباب يركب مش ده كله فيه مش الشغلة دي كلها لحد آخر الأسبوع الفات ده والله ولا الأسبوع ما تمت أسبوع قبل يومين ولا ثلاثة قاعد في البيت بنتعشى مع الأولاد وكذي البيت صوته سمح شغالة بدل تشتغل قرآن تمشي في بيته تقرأ الله ادعى صوت سمح شغالة اشتقت للصوفية واشتقت للشكينيبة واشتقت لمحمود واشتقت لطاب يا بنتي انت قلبتي مرة واحدة وشغالين بغادي برضو بتدقة وهالي صعبين ازعل طرش قد شقة دي اسي يستفيد منها جو وكلها هوس كلها قلة تدب والله تركب الحافلة شغالين قصة ريدة بين اثنين بين مسلم ومسيحية أحلف لها بالإسلام وتحلف بالمسيحية ده المال أخبطوها ده ياهو كذي. قال الله تعالى في القرآن في سورة الإسراء الآية 64 قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال للشيطان كذي واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن جرير قال مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما صوت الشيطان الغناء وكل كلام يدعو إلى معصية. دي آية من سورة الإسراء. آية ثانية في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس السمود عند حمير هو الغناء يقال أسمدي لنا يا جارية يعني غني لنا. قال تعالى في سورة لقمان الآية 6 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن كثير نقل ذلك قال صوت قال له الحديث هو الغناء هو الغناء هو الغناء. شكذا في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير وده للرجال محرم والخمر والمعازف والمعازف. شكل الشافعي رحمه الله قال عن المسمع بجاريته بيقول لي جاريت تغني للناس قال ديوث ترد شهادته. وقال الإمام أحمد عن الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. وقال مالك إنما يفعله عندنا الفساق. في نص الغنى تجيب الطائرة شيك شوف وما يا ناس الحاصل شوف وقفوا اللقبة دي أنا أتوبه إلى الله كلها هوس. في ناس ما مرتاحوا في الهدوء إلا الجوطة دي بس تل 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 تركب الركشة تقول دي ضربت بيستي ولا ضربت حاجة ما عارف. هذا كله إنسان يا أخي أفتح الغنى نزل قرآن في ناس أصواته جميلة والله يقرأ آيات العذاب يبكوا أنت ذاتي يبكوك معاهم والله الذي لا إله إلا هو اقرأ آيات الجنة يتأثروا انت ذاتك تتأثر. اقرأ آيات في صفات الله رقيبك في الله سبحانه وتعالى بحسن التلاوة وبالكلمات العظيمة التي في كتاب الله جل وعلا تستفيد منها وجهها. والله الذي رفع السماء أمس مع أخونا
من اخواننا ديل مشينا مدني محاضره سايق العربيه اخونا محمد نورين قال لي واحد من اخواننا سموه قال لي محمد منك ما دار يجي باقيهم قال لي زول سوتوته صاحبه بس صاحبه شديد ماشيين سوا قال لي صاحبه دكتور جيب جاوا حاجه قال لي جاوا الموت عديل قال لي والله اعمام الكبار جنبه وصاحبه ده ذاته اخونا ده الاداب قال لي بيقولوا له لا اله الا الله قال لي بيتم في الغنيه كان ما لاقيته ولاقيته هو ملك الموت لاقاه عديل ولاقيته وشغال لاقيته لحبيبه ده الغنيه قال لي والله لما مات بغني لما مات يقول له لا اله الا الله شغال يغني تاب طواري مشى قال امامك الكبار ردوا له وجهه قال لي امامك الكبار قال له دبي لفظه قال لي امامك الكبار قال له بص قال له قال لي لفظه قال له اوعى توري زول يعني مات موت شينا اوعى توري زول قال مشى ورى امه بعد شويه قال له نوي انا ثاني الدرب ده ما لا هنا لا لخبطه لا كذا لقى الحمد لله من على الاستغاثه نحسبه الله حسيب بيت ارجع لربك والله تبارش اوادي تدع وقع. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: واذا خرج العبد من الدنيا فاما ان يخرج من الحبس، كان في الدنيا حابس نفسه من المعاصي والذنوب، قال الى السعه يخش خلاص القبر ده الراحه بعدها والقيامه قدام، قال واما ان يخرج من فضاء الشهوات، هنا متابع شهواته، قال الى حبس القبر، هو حبس عظيم تخرج جوا حبس وضرب ونفس كاتم وظلمة ومخايف وبلاوي، سأنا جماعة يجوب إلى الله ويرجع إلى ربي. الغنى ده جد أمسح سوي لك كل دليل أقضمار طوالي أمسحوا وشغل ننزل القرآن ونزل محاضرات وأسمعها. أول أيام طبعا ما القلب يكون دار نظافة زي الكوباية اللي فيها زيت واي زيت فرامل، الكوباية دي ما فيها زيت فرامل تقيل وانت داير تملاها لبن فشحته لازم تنظفها اول شيء تقعد تغسلها. اول ايام ده القلوب ده داير مضافه تسمع قران تنطلق بعد شويه تنشف ثاني تسمع شغله تنظف لما تنظف كذب ثاني والله ايه تقعد تبكي اليوم كله اذا صدقت مع الله تعالى وتعيش سعاده تعيش سعاده لا يعلم بها الا الله تعالى. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان ياخذ من واصينا جميعا الى البر والتقوى. الحاجه الثانيه انا والله حبت قلت انا صحيح بالله مشكله ممكن نسمع 10 يوم الله اكبر جزاك الله خير يا اخي الله يتقبل منك.